هيجي غير اصدقائي بس وهيبقوا مش مكملين العشرة، بس الحمد لله كده في امل ان انا اشتري عربية بمبيعات محاضرتين وكوباية شاي. كتاب بيحمل مجموعة من يومياتي في كلية اعلام وانتقاد لمنظومة التعليم الجامعي بعض الاوجه الخاصة بيها، وفي نفس الوقت بيبين علاقتي بالدكاترة وعلاقتي باساتذتي وعلاقتي باصحابي، وازاي كل طالب في الجامعة بيدخل عنده توجهات واتيتيودز معينة وفجأة بيلاقي التوجهات دي اتغيرت بمرور الوقت وبيكتسب مواقف وتجارب مختلفة بتأثر في تفكيره وفي عقليته وفي حاجات كتير. ده ازاي بصيت على الاربع سنين من حياتي بعد ما خلصت الاربع سنين من حياتي دي، ازاي تفكيري اتغير واختلف، وازاي كلنا تفكيرنا بيتغير بعد مرور الوقت، وده حاجة يعني التغيير هو الحقيقة الكونية الحقيقية والمطلقة. لجورنال مصر وقراء جورنال مصر، اشتروا محاضرتين وكوباية شاي.